عندما ننظر حولنا نجد علاقة بين تصدير الوقود الأحفوري والأنظمة. سيكون من الجيد أن تصبح الطاقة أكثر ديمقراطية عندما يتحكم الناس بما يستهلكونه. أعتقد حقاً أن أوروبا يمكن أن تصبح منارة العالم في الانتقال إلى الطاقة البديلة. ليس لدينا الكثير من الوقت لإيقاف كارثة المناخ، ولهذا نقاتل. إنني متفائلة من أننا نستطيع أن نفعل ذلك. أوروبا على مفترق طرق. تواجه قارتنا أكبر تحد لها منذ الحرب العالمية الثانية، وستكون الإجابات عن هذه الأسئلة العاجلة حاسمة للأجيال المقبلة. سنلتقي بالذين يحضرون لهذا المستقبل ويخلون بأنماط حياتنا ويغيرون مناظرنا الطبيعية، وسنكشف عن قارة سريعة التحول ووثيقة الارتباط مع بعضها أكثر مما نعتقد. الطاقة هي مصدر الحياة الحديثة. من دون الطاقة لا يمكننا إنتاج طعامنا أو تصنيع الأشياء أو التواصل أو العمل أو التجول. الحرب في أوكرانيا تذكرة مؤلمة بثمن اعتمادنا على الطاقة. لفترة طويلة كان ازدهارنا يعتمد على الطاقة المستوردة الرخيصة، الطاقات الأحفورية غير المتجددة التي تسببت في الاحتباس الحراري. لتجنب وقوع كارثة بيئية، حددت أوروبا لنفسها هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فالوقت يمضي بسرعة. يجب أن تغير قارتنا بشكل جذري طريقة إنتاجها واستهلاكها للطاقة. ولكن كيف يمكن أن نقود هذا الانتقال في مجال الطاقة في مثل هذه الأوقات العصيبة؟ في العام 2020 انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعد الإغلاق في أوروبا بنسبة 7% فقط. 7% هو الحد من الانبعاثات الذي يجب أن نقوم به كل عام للوصول إلى الهدف الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ، وهو عدم زيادة الاحتباس الحراري لأكثر من درجتين بحلول عام 2030. هل سنحقق ذلك في الوقت المناسب؟ نحن قبالة ساحل أثينا في اليونان. تأتي هذه السفينة من نيجيريا لتوصيل الغاز الطبيعي المسال بكميات تكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة أسبوعين. تصل ناقلات أخرى على مدار العام آتية من قطر والجزائر، وفي كثير من الأحيان من الولايات المتحدة. لكن حتى الآن كان معظم الغاز اليوناني يأتي من روسيا. تسمعني مركز التحكم؟ مركز التحكم علم. مرفأ التحميل والممرات. إننا نتحقق من ذلك الآن. هذا هو المركز ذو الإجراءات الأمنية المشددة لمراقبة مخزون الغاز لليونان، ويوجد في جميع البلدان الأوروبية مركز واحد على الأقل من هذا النوع، وهي أساسية لضمان إمداد الأسواق في جميع أنحاء القارة. رأيت اليوم أن التدفقات من سيدرو كاسترو معدومة. أجل، لما لا نستورد الغاز من بلغاريا؟ المحطة مغلقة بسبب الصيانة التي نقوم بها على النظام البلغاري. إذن لدينا الآن 3 نقاط دخول تعمل من أصل 4 نقاط. بالضبط. هل الخزانات ممتلئة تماماً؟ أجل. إذن يمكننا تغطية إجمالي الطلب تماماً حتى أثناء الانقطاع. تماماً. لطالما كانت أوروبا تعاني من هذا النوع من الضعف، إن صح القول، لكونها تستورد كميات كبيرة من الطاقة. من الواضح أن هناك استعداداً وقراراً قوياً اتخذه الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية لتقليص الاعتماد على الغاز الروسي إلى حد كبير. حتى الحرب في أوكرانيا كان 40% من الغاز الأوروبي و30% من النفط الأوروبي يأتي من روسيا. في المجموع تغطي قارتنا 60% من احتياجاتها من الطاقة من خلال الواردات، وهذا الأمر مستمر. هذه جميع ناقلات النفط والغاز التي تبحر قبالة أوروبا منذ أكثر من أسبوع. تأتي الكثير منها من دول الشرق الأوسط عبر قناة السويس. وهذه جميع خطوط الأنابيب التي تجلب الغاز من سيبيريا وشمال إفريقيا وبحر الشمال.
تكشف شبكات التوريد هذه عن مدى اعتمادنا على الطاقة الذي يتجاوز حدود قارتنا. تدفع أوروبا ثمناً سياسياً باهظاً لتلبية احتياجاتها من الغاز والنفط. كم عدد الحروب التي شنت لضمان إمداداتنا من الوقود الأحفوري؟ كم عدد العقود التي تم توقيعها لبناء خطوط الأنابيب هذه عندما بدأ الاتحاد السوفيتي بيع غازه إلى أوروبا الغربية؟ هل ستغير الحرب في أوكرانيا مجرى التاريخ؟ نتيجة لهذه الحرب لن يتم فتح خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل، والذي يهدف إلى السماح لألمانيا باستيراد المزيد من الغاز وبالتالي استخدام كميات أقل من الفحم. إن تشغيله لن يؤدي إلا إلى زيادة اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي. بالنسبة إلى ماريا غالي، هناك بدائل للغاز الروسي طالما أن الدول الأوروبية تنسق جهودها. هذا يعني زيادة قدر الإمكان من خطوط الأنابيب الأخرى الحالية والدول المنتجة الأخرى التي ربطت خطي الأنابيب، وهنا نتحدث عن النرويج بشكل أساسي شمال أفريقيا. استثمرت أوروبا كثيراً لإنشاء شبكة مترابطة جيداً للغاز كالنمسا على سبيل المثال، نظراً لأنها لطالما كانت دولة عبور للغاز الروسي إلى إيطاليا منذ أن تم الاستثمار في الماضي لتشغيل الأنبوب لنقل الغاز في كلا الاتجاهين. والآن يمكن للنمسا أن تتلقى الغاز من إيطاليا وربما الغاز الآتي من شمال أفريقيا، لذا يساعد وجود بنية أساسية متطورة على إدارة هذه الحالات المعقدة. على الرغم من بنيتها الأساسية المتطورة، فإن أوروبا لا تستطيع أن تقلل من اعتمادها على الغاز في الأمد القريب. لتستغني عن الغاز الروسي ستحتاج إلى زيادة الواردات من الولايات المتحدة وقطر. إن حاجتنا إلى الغاز والنفط لا تتناقص، ولتزويد سياراتنا بالبنزين ولرصف الطرق بالأسفلت وصنع إطارات السيارات وكذلك إنتاج البلاستيك ومستحضرات التجميل والأسمدة وحتى الأدوية. يستخدم الغاز أيضاً في العديد من العمليات الصناعية، ولكن أيضاً في التدفئة والطهي. لقد أصبح أمراً مهماً لإنتاج الكهرباء، بخاصة في دول مثل ألمانيا وإيطاليا، حيث تم إيقاف محطات الطاقة النووية فيهما وتريدان إغلاق محطاتهما التي تعمل بالفحم، لهذا يرتبط سعر الكهرباء بسعر الغاز. في الواقع، إن محطة توليد الطاقة التي تعمل بالغاز تطلق في المتوسط نصف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها محطة تعمل بالفحم. لهذا السبب تؤمن ماريا ريتا غالي إيماناً راسخاً بأن الغاز يمكن أن يحارب تغير المناخ. ولكن هل هذا حقاً خطوة ضرورية في التحول المقبل في مجال الطاقة؟ إنها اليوم نقطة تقاطع، لأنه بالطبع هناك نقاش كبير حول مستقبل أنظمة الطاقة منزوعة الكربون. ستزدهر طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر فأكثر، لكن لا يمكنك تخزين الكهرباء لأكثر من يوم واحد، لذلك تحتاج إلى شكل من أشكال الطاقة التي يمكن تخزينها. وإذا أردنا اليوم إزالة الكربون من شرق وجنوب شرقي أوروبا، فنحن بحاجة إلى الغاز. لا تستخرج الغاز! لا تستخرج الغاز! لا تستخرج الغاز! كثيرون في ألمانيا لا يرون الأمر بهذه الطريقة، بخاصة بين الشباب. تبيع لنا الشركات والحكومات الغاز بوصفه بديلاً صديقاً للبيئة، وعلينا محاربة هذا الأمر. على مدى عقود فشلت الحكومات في مختلف أنحاء العالم والحكومات الأوروبية في الاستجابة لكارثة المناخ، وتبين لنا هذه الحقيقة أن خيارنا الوحيد هو أن نهتم بالأمور بأنفسنا. هنا في برونس باتل بالقرب من هامبورغ، وفي صيف عام 2021 حشدت العديد من الحركات البيئية مثل فرايدز فور فيوتشر وإندي غلاندي لمعارضة بناء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال. منطقة الميناء هذه هي بالفعل موطن للعديد من الصناعات المتعلقة بمعالجة الغاز مثل مصفاة التكرير ومصنع الأسمدة ومقاولين فرعيين للسيارات.
توضح هذه المنشآت عدة عقود من سياسات الطاقة. عندما كان الغاز رخيصاً لم تكن الصناعات في عجلة من أمرها للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، ومنذ ذلك الحين وعلى وجه الخصوص قامت أوروبا والبلدان الأوروبية بدعم إنتاج الهيدروكربونات واستهلاكه إلى حد كبير للحفاظ على الطاقة المنخفضة التكلفة لبعض القطاعات الصناعية. يعتمد الاقتصاد في ألمانيا على الغاز بشكل عام، ويجعل نفسه أكثر اعتماداً عليه من خلال توسيع البنية الأساسية للغاز. هذه مشكلة كبيرة لا يمكننا مكافحتها إلا إذا وسعنا نطاق الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هي بالفعل أقل تكلفة من الطاقات الأحفورية اليوم التي ما زالت مدعومة. لا يمكننا التنازل أبداً، لأنه لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت لإيقاف كارثة المناخ، وسوف نكافح من أجل ذلك حتى نحققه. أنا متفائلة. حولت الحرب الأوكرانية الأنظار عن حالة الطوارئ المناخية، ولكن الاحتباس الحراري لم يتوقف. هنا باللون الأحمر توجد 30 محطة قذرة، وهي المحطات 30 العاملة بالفحم الأكثر تلوثاً في أوروبا. يتفق جميع الخبراء على أنه يجب إيقاف تشغيلها في أسرع وقت ممكن إذا أردنا كبح ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من درجتين. وهذه محطة بيلشاتو في بولندا الملقبة بقاتلة المناخ. هذه هي أكبر محطة طاقة حرارية في العالم للفحم البني، أسوأ مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا، بالإضافة إلى كونه ملوثاً للهواء والماء. لن يكون إيقاف تشغيل محطة بيلشاتو سهلاً. لفترة طويلة جعلت هذه المناجم المكشوفة بولندا تتمتع بالاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. اليوم يتم إنتاج 80% من كهرباء بولندا بالفحم، وما زال 80,000 عامل منجم يعيشون منها. إحدى هواياتي هي الجري. هنا في منطقتنا خلف المنجم حيث اعتاد التخلص من النفايات فيه، الجو قاس للغاية هناك، لكنها منطقة رائعة للجري. حسناً، هل فعلت الفتيات ذلك؟ كان ذلك رائعاً. لمدة 30 عاماً كان يرزي هوبكا فخوراً بكونه عامل منجم تماماً مثل والده من قبله. حين تقاعد سار على خطاه ابنه رافائيل. أخبرني، هذا معمل ماكوزي هناك؟ أجل، تم إغلاق معمل ماكوزي، لكن بيلزوفيتشي ما زال يعمل، ومن المفترض أن يغلق رودا بين عامي 2029 و2034. أعمل في منجم كنورو شيتغوفيتزا، يمكنك رؤيته من بعيد، إنه رائع. أنا أحب عملي، إنه مكان رائع، والناس أيضاً رائعون. لدينا فحم وعلينا أن نحفر للحصول عليه حتى التقاعد. ما دام المنجم موجوداً، علينا أن نستمر باستخراج الفحم لكي نتمكن من عيش حياة جيدة. هذه سيليزيا، وسيبقى الأمر هكذا طالما الموارد دائمة على ما أمل. عندما تغلق المناجم، لا يفقد عمال المناجم وظيفة ذات أجر جيد فحسب، بل يفقدون هويتهم أيضاً. يمكنك القول إنه تمت التضحية بنا بغاية الانتقال إلى الطاقة البديلة، لأن منطقة سيليزيا هي التي ساعدت البلاد لسنوات عديدة. بعد الحرب العالمية الثانية كانت سيليزيا ومناجم الفحم هي التي ساعدت في إعادة بناء وارسو. تم إنتاج مواد البناء وبناء وارسو بأموال من الفحم. دعم الفحم الاقتصاد البولندي حتى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. أصبحت أوروبا غنية بسبب الفحم، كما أنه قاد ثورتها الصناعية. لقد بلغ ذلك العصر نهايته، وتم تحويل العديد من المناجم في أماكن أخرى من أوروبا إلى متنزهات ترفيهية ومتاحف، ولكن في بولندا وألمانيا ورومانيا لم يتوقف استخراج الفحم بعد. ما زلنا ندمر القرى والغابات والحقول من أجل الفحم.
بالنسبة إلى المناخ من الضروري إغلاق هذه المناجم، لكن بالنسبة إلى عمال المناجم كل شيء يحدث بسرعة كبيرة. أغلقت مناجم كثيرة حتى الآن. كانت هناك حالات انتحار عديدة وأشخاص انتهى بهم الأمر ضحايا الإدمان. هناك أيضاً ندم وغضب. إذا تحدثنا عن الانتقال العادل، لا أستطيع أن أقول إن التحول كان عادلاً حتى الآن، بل على العكس تماماً. أصبح يارزي تدريجياً على دراية بالمعضلة التي تعيشها منطقته بأكملها، لم يتردد في البحث عن إجابات خارج الصندوق. التقينا هنا في هذه الغرفة، كانت غريتا تجلس على هذا الكرسي، شعرت أنها تهتم حقاً. في عام 2020 التقى يارزي بالناشطة غريتا ثامبرغ. زملاؤه لم يقدروا ذلك على الإطلاق، اعتبر البعض اجتماعهم بمثابة خيانة. هل لأننا تحدثنا إلى علماء البيئة؟ لأننا تقابلنا مع غريتا، ألهذا السبب أصبحنا أشراراً؟ أولاً لا تتكلم عن المناخ مع عمال المناجم، ليس في سيليزيا. علم البيئة هو عدو عامل المنجم، لا تتكلم معهم فحسب. عندما تذكر المناخ فهذا يعني إغلاق المناجم، الأمر بهذه البساطة. ما الذي أرادت غريتا معرفته؟ أرادت أن تعرف ماذا سيحدث لتقاليدنا. ديريك، لقد كنت هناك، لقد تحدثنا، أليس كذلك؟ أرادت أن تعرف ماذا سيحدث لمنطقتنا وللناس. عمال المناجم أو البعض منهم ليسوا مستعدين للتغيير، ولكن إذا كانت التغييرات تحدث على أي حال فيجب احترام عمل عمال المناجم. أنا قلق بشأن تغير المناخ. اعتدنا أن تكون لدينا فصول شتاء عادية، لكنها الآن تتحول أو تختفي تماماً. هناك عواصف عنيفة في الصيف، وهذا لم يحدث من قبل. أدرك أنني قد أسبب ضرراً للبيئة، وأنا لا أريد ذلك. دعني أكرر هذا مرة أخرى، الأمر برمته هو أن يكون الانتقال وفق منهج عادل. إن الأزمة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 تهدد بتأخير نهاية الاعتماد على الفحم في أوروبا، ربما حتى عام 2030. يجبرنا هذا الاضطراب على إعادة النظر ليس فقط في الطريقة التي ننتج بها الطاقة ونوزعها، ولكن أيضاً بالطريقة التي نستخدمها بها. في أوروبا اليوم تنبعث من الأقلية الأغنياء 6 أضعاف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من الفقراء الأغلبية. كيف يمكن الحد من هذا التفاوت الصارخ؟ بخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أولئك الذين يعتبرون الطاقة رفاهية وهم كثر. هذا هو المكان الذي يعيش فيه بالمينكا وبويكو إيفانوف، وهي شقة سيئة العزل في شرق بلغاريا. كلاهما عاملان. خلال الوباء وعمليات الإغلاق المتتالية في البلاد كان عليهما التدريس في المنزل. 14 زائداً 21 يساوي 35. فقط عندما نحمم الأطفال نقوم بتشغيل المدافئ حتى يناموا، وبعد ذلك نقوم بإطفائها. لا نخلع ستراتنا، لهذا ننام مرتدين ستراتنا بسبب البرد. الغسالة وغسالة الصحون هي أجهزة كبيرة تستهلك الكثير من الطاقة، ليس لدينا أي آلات من هذا القبيل، وما زلنا ندفع الكثير. هاك، كل. نعم بالفعل، انظر إلى هنا. عندما تصل فاتورة الماء والكهرباء نقول لأنفسنا كيف يعقل أن يكون هذا ممكناً؟ لن نتمكن من تحمل الوضع. يؤثر فقر الطاقة على 50 مليون أوروبي، أي 10% من سكان القارة، وتزداد هذه النسبة مع كل ارتفاع في أسعار الطاقة. الطريقة التي تنتج بها طاقتنا هي انعكاس لأنماط حياتنا.
وبهذا المعنى فإن سرعة تبديل الطاقة ستعتمد على خياراتنا السياسية الفردية والجماعية. بمجرد حصولي على شهادة الهندسة فكرت ما الأمر المناسب الذي يمكنني فعله لمساعدة مجتمعاتنا. ذلك عندما اكتشفت الطاقة المتجددة بدأت العمل في المناطق التي كان الأمر شائعاً فيها. وضعنا الطاقة الشمسية في مواقع خارج نطاق الشبكة، وعملت في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لإنشاء لوحات للمجتمعات التي تعاني من نقص الكهرباء. اليوم يعمل سامويل فور في تعاونية إنركوب في بيدي لالوار، ينسق مشاريع الطاقة المحلية المتجددة والصديقة للبيئة بالكامل. لدينا ألواح شمسية مثبتة فوق موقف السيارات تتم تغذية الاستهلاك مباشرة في المبنى الإداري للنقابة. بعد ذلك ستزود طاقة المسرح الذي أمامنا ثم موقع المسافرين الذي يقع خلفه. يتم إنتاج طاقتنا حيث يتم استهلاكها. نتجنب أي خسائر نقل عبر توزيع الشبكة الكهربائية، ولدينا موقف سيارات هنا، ولدينا العشرات والمئات في أنحاء المنطقة. إن الفكرة هي أن نكون قادرين على إظهار ما يمكننا القيام به من حيث الإنتاج المحلي، وأن نكون قادرين على تكراره على مستوى البلديات في المنطقة. الإنتاج محلياً يعني تقليل وارداتنا، خطوة أخرى نحو الاستقلال في مجال الطاقة. في المحطة التالية لصامويل تقوم مجموعة من المزارعين بتشغيل 5 توربينات رياح. نحب العمل على مثل هذه المشاريع بسبب قيمتها التعليمية. جذور الناس هنا، إنهم يعرفون الأرض وقادرون على معالجة قضايا مثل الإزعاج المرتبط بالتوربينات. هذه هي الأشياء التي لا يهتم بها المشغل الخاص حقاً، فيمكنهم أن يعملوا حسب القوانين. نحن نذهب إلى أبعد من ذلك في انتقال الطاقة. بفضل مزرعة الرياح هذه ومئات المواطنين الذين شاركوا، يمكننا التثقيف في المدرسة والتواصل مع السكان المحليين، ما يجعل مرحلة الانتقال مقبولة أكثر اجتماعياً. لا نعتقد أن إنتاج الطاقة يكفي. نحن نعلم أيضاً إتقان استهلاكنا للطاقة في المدارس وفي القرى وفي مختلف الأماكن. على الصعيد العالمي نهدف إلى التحكم في طاقتنا. على سبيل المثال، لسنا بحاجة إلى تشغيل جميع أجهزتنا في الوقت نفسه. اعزل منزلك. أجل، هذا صحيح. أفضل طاقة هي التي لا نستخدمها. نقوم بالأمر بشكل متزامن. من الجيد إنتاج الطاقة، ولكن من الأفضل استهلاك كمية أقل منها. يعتبر الاعتدال في مجال الطاقة قضية مركزية إذا أردنا الوفاء بالتزاماتنا المناخية بحلول عام 2030 وضمان استقلالنا من ناحية الطاقة. لكن هل ستكون هذه المشاريع المحلية اللامركزية كافية لضمان انتقال الطاقة لقارة بأكملها؟ إن كان هناك شخص واحد يفهم التداخل بين إنتاج الطاقة والجغرافيا السياسية والقضايا الاقتصادية فهي لورانس توبيانا. كانت القوة الدافعة لصياغة اتفاقية باريس للتغير المناخي في عام 2015. قد نعتقد أنه لو كنا أسرع في تطوير مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا، سواء أكانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، فسنصبح اليوم أقل اعتماداً على الفحم أو الغاز أو النفط، ولا سيما الروسي. لذلك هناك شيء ما يتعلق بالأمن المناخي والعلاقة بين مكافحة تغير المناخ وأمن البلدان لتجنب الضغط من الدول المصدرة للوقود الأحفوري. اليوم هي روسيا، غدا يمكن أن تكون دولة أخرى. هذا هو الحل المعقول. ما يطمئن لورانس أن الاتحاد الأوروبي حافظ على صفقته الخضراء الجديدة على الرغم من أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا. التحدي الذي تفرضه هذه الخطط الاستثمارية الطموحة بقيمة 600 مليار يورو يتلخص في جعل الاقتصاد الأوروبي أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد. الصفقة الخضراء هي مشروع سلام حقيقي بإمكانها أن تدعم الأنظمة الديمقراطية، لأنه بالضرورة مشروع لا مركزي للطاقة، إذ يتحرك المجتمع بأسره في الوقت نفسه. تبرز دولة واحدة في أوروبا في تنفيذها لأهداف الصفقة الخضراء الجديدة وهي الدنمارك. حتى وقت قريب كانت هذه الدولة الإسكندنافية الصغيرة منتجاً رئيسياً للغاز والنفط. اليوم لجأت البلاد بأكملها إلى الطاقات المتجددة. وعد الدنمارك الكبير هو غداً سننتج طاقة خضراء بنسبة 100%، وسنفعل ذلك من دون تقليل استهلاكنا للطاقة. يمكن لأوروبا أن تتعلم من الدنمارك أن هذا ممكن.
وأنه من الممكن الاستثمار في التقنيات الخضراء والحصول على عائد فعلي. إنه أكثر من مجرد التزام مزعج، فقد أوجد الفرص بالفعل. لتكون أول دولة في أوروبا تحقق حيادية الكربون، قررت الدنمارك الاعتماد على أوسع توافق ممكن في الآراء، وأصبح خياراً جماعياً يدعمه جميع السكان والصناعيين. في وقت الأزمة هذه، فإن المهمة التي تضعها غليندا نابيه لنفسها كل يوم ليست سهلة على الإطلاق. عليها إقناع الوزارات والشركات والجامعات بالعمل معا لتطوير تقنيات أكثر ابتكارا من أي وقت مضى، وليس هناك وقت لإضاعته. إذا فقدت التركيز في وظيفتي، علي فقط أن أفتح الصحيفة لأرى الغابات تحترق والفيضانات وتغير المناخ، ثم أتذكر لماذا من المهم أن أقوم بعملي. ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك وحده، لست قادرة أنا ولا مؤسستي ولا حتى شركة بمفردها على القيام بذلك، لذلك كلنا في الخندق نفسه. بعد استثمارات ضخمة، تنتج الدنمارك بالفعل 50% من الكهرباء من توربينات الرياح. أصبح ميناء إسبرغ الواقع غرب شبه الجزيرة موقعاً صناعياً استراتيجياً. 4 من كل 5 توربينات رياح بحرية في أوروبا تنقل من هنا ليتم تركيبها في بحر الشمال. يتم تركيب العديد من مزارع الرياح من هنا. هذا يتيح فرصاً في المستقبل. نحن نرى صناعة في نمو مستمر. علينا أن نستثمر للغاية أكثر من أي وقت مضى. سفن التركيب هذه مثيرة للإعجاب، فالأرجل تصل بالفعل إلى قاع البحر. علينا أن نستثمر للغاية أكثر من أي وقت مضى، فقط لمواكبة التطور. وذلك لأن التوربينات تصبح أكبر، لأنها تولد طاقة أكثر. إنها بعيدة عن الشاطئ لأن هناك المزيد من الرياح، وهكذا نحصل على المزيد من الطاقة الخضراء بشكل إجمالي. تفكر الدنمارك على نطاق كبير، وتهدف إلى إنتاج المزيد من الكهرباء من الطاقات المتجددة. هناك جزيرتان للطاقة قيد الإنشاء تربط كل منهما 650 توربينة رياح، ما يكفي لإنتاج أكثر مما تحتاج إليه البلاد وتصدير الكهرباء إلى بريطانيا ودول اتحاد البنلوكس. سنضع الكثير من توربينات الرياح معاً، ولأن لدينا الكثير من التوربينات التي تولد الكثير من الطاقة، يمكننا جلب تلك الطاقة إلى الدنمارك وتصدير بعضها، ولكن يمكننا أيضاً استخدام بعض تلك الطاقة الخضراء لصنع الوقود الأخضر. يمكن وضع هذه الأنواع من الوقود الأخضر في السيارات أو الطائرات أو الشاحنات. إذا وضعنا بطارية على متن طائرة، فستكون البطارية أكبر من الطائرة نفسها، وهذا لا ينفع. لذلك نحن بحاجة إلى الوقود الأخضر لإخراج ثاني أكسيد الكربون من قطاع النقل. ربما يكون هذا هو المشروع الأكثر إثارة. سيوضح مشروع الأمونيا الخضراء ما إذا كان من الممكن حقاً إنشاء هذا كوقود على نطاق واسع. أجل، إذا كان ذلك ممكناً فسيكون ذلك كافياً لاستبدال الآتي من صناعة النفط. النفط، أجل، صحيح. اليوم هناك اهتمام بالشبكات المحلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأغذية مثل الزراعة العضوية. هذه الفكرة يتردد صداها أكثر فأكثر، فالناس يريدون أن يعرفوا ما يدفعون مقابله بالضبط عند دفع فاتورة الطاقة. المحطة الأخيرة لسامويل هي سان جواكيم في إقليم لوار الأطلسية. هنا أصبح مجلس المدينة منتجاً للطاقة الخضراء، وتمكن المجلس من خفض الضرائب المحلية بفضل الأموال المكتسبة، مثال ملموس لكيفية تعزيز الطاقة المتجددة للمشاركة المحلية. في العام 2010 استهدفنا المدارس لأغراض تعليمية، وضعناها في قاعات الاتحاد وسكنة المهرجانات والمباني الرياضية وصالة كرة المضرب. تسمح لنا هذه الطاقة بتخفيض نفقات الطاقة في المجتمع بشكل كبير، لأننا مكتفون ذاتياً، وبالتالي نخفض نفقاتنا وفواتير الطاقة لدينا. قريباً ستركب سان جواكيم ألواحاً شمسياً فوق مقبرة البلدية، وهذا المشروع الفريد من نوعه في فرنسا سينتج الكهرباء للاستخدام المباشر للسكان. وفي الوقت نفسه نود إنشاء حزمة طاقة ومساعدة العائلات المتعثرة من خلال تزويدها
بالطاقة المجانية للتخفيف من التزاماتها الشهرية. جاء العديد من البلديات لرؤية عملنا، هناك وعي بالفعل، لكنني أعتقد أنه مع الدليل الواضح الذي نقدمه يمكنها في الواقع المشاركة بسرعة أكبر. نعم، هذه أوقات مثيرة لأننا خرجنا من عالم كان يحكمه عمالقة، ويمكننا اليوم أن نرى أن المستهلكين يحاولون جدياً تجريب استخدام نموذج مختلف. في ألمانيا تمتلك كيانات محلية ثلثي مصادر الطاقة المتجددة. في فرنسا هناك احتكار تاريخي للطاقة يدير جميع الاستثمارات للدولة. نحن ننتقل من نموذج طاقة مركزي للغاية إلى نموذج يساعد فيه الناس بعضهم بعضاً محلياً ويستثمرون معاً. التناقض بين هذه المبادرات المحلية اللامركزية والمشاريع الصناعية والتجارية في الدنمارك مذهل. لا تتردد كوبنهاغن في اكتشاف الطرق الأكثر روعة، مثل منحدر التزلج هذا الذي تم بناؤه على سطح محطة طاقة حديثة للغاية تغذيها النفايات الحضرية. في هذا المكان نولد طاقة كافية للاحتياجات السنوية لحوالي 1500 أسرة من الكهرباء والتدفئة. تصلنا من 350 إلى 400 شاحنة هنا يومياً. إنه لأمر محزن جداً إذا انتهى الأمر فيها في مكب النفايات، لأنه ينبعث منها الكثير من غاز الميثان، لكنها تشير إلى مقدار النفايات الموجودة في المجتمع. أجل، إنها كميات هائلة. يعد هذا المصنع بالفعل من أكثر المحطات كفاءة في العالم من حيث الطاقة، وشرع في تجربة جديدة، إذ يحتجز ثاني أكسيد الكربون قبل أن يتشتت في الغلاف الجوي. إنه مصنعنا التجريبي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، تم تصميمه لنتعلم منه الكثير. كيف يمكننا التقاط ثاني أكسيد الكربون بكفاءة أكبر؟ ما السوائل التي نحتاج إليها لالتقاط ثاني أكسيد الكربون؟ خلال عملية التعلم هذا سنلتقط 850 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون يومياً، لكن علينا أن نلتقط نصف مليون طن في السنة. ماذا سيحدث برأيك لثاني أكسيد الكربون بمجرد التقاطه؟ أعتقد أنه عندما تصبح منشآتنا واسعة النطاق فسنلتقطه ونضغطه، وستقوم بعض السفن بجمعه ونقله إلى بحر الشمال. من الممكن أن يؤدي احتجاز كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون إلى تمكين أوروبا من تحقيق هذه الأهداف المناخية من دون انتظار إنتاج القدر الكافي من الطاقة الخضراء لتلبية احتياجاتها. لكن حتى الآن فإن نتائج هذه التقنيات بعيدة كل البعد عن أن تكون واعدة، فضلاً عن فكرة تخزين ثاني أكسيد الكربون في حقول الغاز القديمة في بحر الشمال، وهو إجراء معقد للغاية ينطوي على مخاطر عالية. أجل، أعتقد أن أوروبا قادرة على إدارة عملية الانتقال. يتطلب ذلك أن تقف بعض الحكومات معاً، وسيتطلب ذلك شجاعة سياسية، وسيتطلب استثمارات كبيرة في التقنيات المناسبة، وسيتطلب من السكان أن يفهموا أن الانتقال إلى الطاقة الخضراء موجة يجب أن نركبها. إن سياسة الطاقة في المستقبل ليست مجرد سياسة وطنية، إن سياسة الطاقة في المستقبل عابرة للحدود وتتجاوز الحدود. اليوم 38% من كهرباء الاتحاد الأوروبي تأتي من مصادر متجددة، لكن الطريق إلى انتقال متكامل ما زال طويلاً. كدولة رائدة تعد الدنمارك مثالاً يحتذى به، فهي جزء من شبكة متكاملة لتوزيع الكهرباء تتيح تبادل ملايين الكيلووات في الساعة بشكل دائم بين الجيران والتعويض عن تقلبات الإنتاج والطلب. وهذا لأن الدنمارك لم تجب عن السؤال الرئيسي في الطريق إلى الطاقة الخضراء: كيف تخزن الكهرباء التي تنتجها توربينات الرياح هذه؟ عندما تكون الرياح قوية تنتج الدنمارك كهرباء أكثر مما تحتاج إليه، يتم إرسال الفائض إلى ألمانيا أو هولندا، ومع ذلك عندما يكون الطقس هادئاً تعتمد الدولة على الفحم الألماني أو الطاقة النووية السويدية. يسعى الباحثون في كل مكان لإيجاد طرق تخزين جديدة، ولكن بغض النظر عن السدود التي في النرويج وجبال الألب والتجارب التي أجريت لإنتاج الهيدروجين، لا توجد طريقة لتخزين الطاقة الخضراء.
ولكن إذا كانت أوروبا جادة بشأن إزالة الكربون من الزراعة وصناعاتها وملء طرقها ومدنها بالدراجات الكهربائية، فسيتطلب ذلك المزيد من الطاقة الخضراء، على الأقل ضعف ما تنتجه حالياً. هذا هو السبب في أن الطاقة التي تنبعث منها كميات قليلة جداً من ثاني أكسيد الكربون، لكن ذات منشآت عالية المخاطر والتكلفة تتمتع باهتمام متزايد. صباح الخير. صباح النور. مرحباً بكم في محطة فورتوم لوفيسا للطاقة النووية. شكراً. مرحباً. ممتن لوجودي هنا. ما كمية الكهرباء التي يتم إنتاجها هنا؟ حوالي 8 تراوات من الكهرباء سنوياً، أي 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في فنلندا. تولد الطاقة النووية ربع الكهرباء المستهلكة؟ حوالي الربع في فنلندا. لطالما كانت فنلندا داعمة متحفظة للطاقة النووية، والأمر الأكثر إثارة للدهشة الآن هو أنه حتى أعضاء الحزب الأخضر مثل آتي هيريانا يهتمون بهذا الأمر. ما حدث للتو في ألمانيا وبلجيكا أمر محزن من منظور تغير المناخ. من غير المعقول إيقاف تشغيل المحطات التي ما زالت صالحة للخدمة. أهم الأشياء هو تقليل الانبعاثات ومنع إزالة الغابات ورفاهية الإنسان. يتوقع الناس الحصول على طاقة رخيصة تحت تصرفهم من أجل الحفاظ على حياتهم ورفاهيتهم، وهذه أيضاً مبررات منطقية لاستخدام الطاقة النووية. في أوروبا يتم إنتاج 28% من الكهرباء لدينا عن طريق الانشطار النووي، لكن هذه التقنية قسمت أوروبا. من ناحية يوجد 158 محطة للطاقة النووية، بخاصة في فرنسا، ولكن أيضاً في بلجيكا والسويد وبريطانيا وأوروبا الشرقية حتى روسيا. ومن ناحية أخرى تخلى الألمان والإيطاليون عن برامجهم النووية تحت ضغط من الرأي العام بعد حادثة فوكوشيما، وأغلقوا منذ ذلك الحين بنيتهم الأساسية النووية بالكامل. ولدت قبل 2 من كارثة تشيرنوبل، وهي أسوأ كارثة شهدناها. الطاقة النووية ليست خالية من المخاطر، ولكن يمكن التخفيف من هذه المخاطر. يجب أن يكون هذا محور تركيزنا بدلاً من اعتبارها شراً خالصاً. الطاقة النووية ليست الهدف، هدفنا هو الاستدامة، لكن الطاقة النووية أداة لتحقيق ذلك. حل مفيد ربما، ولكن ماذا عن المخاطر التي ينطوي عليها تخزين النفايات المشعة؟ في فنلندا تجبر السلطات محطات الطاقة على تخزين نفاياتها في الصخر على عمق 110 أمتار تحت مستوى سطح البحر، ولكن هل ستبقى هذه المواقع فائقة الأمان على هذا النحو في القرون المقبلة؟ يتم إيداع كميات كبيرة من النفايات المشعة في منطقة المستودع هذه. هناك متسع لعشرة آلاف برميل. من الواضح أننا لا نستطيع دخول تلك المساحات بعد الآن. تم بناء المستودع ليدوم لآلاف السنين وأكثر. يجب أن نتصرف بسرعة لمنع تغير المناخ وفقدان الموائل، لكن بناء الطاقة النووية يستغرق وقتاً طويلاً، على الرغم من ضرورة خفض الانبعاثات بشكل حاد خلال هذا العقد. هناك حاجة إلى العمل طوال القرن 21 للتخلص من الكربون. لن تنتهي هذه المهمة في غضون عقداً من الزمن. لن تفوز أوروبا بسباقها مع الزمن بالتزود بالطاقة النووية وحدها، ومن المؤكد أن كل محطة جديدة تنتج الكثير من الكهرباء الخالية من الكربون، لكن ما زال تشييدها مشروعاً مستهلكاً للوقت ومحفوفاً بالمخاطر وباهظ التكلفة. المفاعل الجديد في مصنع أولكيلوتو الذي يقع غرب فنلندا هو دليل على ذلك، إذ كان من المفترض بناؤه في غضون 4 سنوات،
استغرق الأمر 17 عاماً وتجاوز الميزانية بكثير، لذلك ليست هناك معجزة نووية في الأفق، على الأقل ليس بحلول العام 2030. بالإضافة إلى ذلك، نرى في هذه الخريطة دولاً مثل فرنسا التي تدعم بشدة الطاقة النووية وهي باللون الأصفر، أما الدول التي استثمرت بشكل أقل في الطاقات المتجددة وطاقة الرياح وطاقة الشمسية فهي باللونين الأخضر والأزرق. لتحقيق أهدافها المناخية يجب على أوروبا أن تتغلب بشكل عاجل على هذا الانقسام. تبقى الطاقة النووية الشديدة المركزية من اختصاص الدول التي يمكنها وحدها تحمل مثل هذه الاستثمارات، ومن ناحية أخرى تتيح مصادر الطاقة المتجددة للناس أن يتولوا زمام مصيرهم بأنفسهم. هذا هو أحد الأسباب التي دفعت أندريه زينتشينكو إلى إنشاء أول شركة للطاقة الخضراء في أوكرانيا. أخذت هذه الصور قبل أشهر فقط من الغزو الروسي في سلافوتيتش، وهي بلدة صغيرة بجوار تشيرنوبل، كانت مسرحاً لكارثة نووية أخرى قبل فوكوشيما. تم نقل جميع عمال الطاقة من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية إلى هنا بعد وقوع الحادثة. يعتبر هذا المشروع مثالاً لمدينة تعيد بناء نفسها كبلدة مصنعة للطاقة النووية، تكتشف مناحي وطرقاً جديدة لتحقيق هويتها الذاتية. يسمى هذا المشروع بالبلدة الشمسية من خلال تركيب ألواح شمسية على أسطح المباني لجعلها مكتفية ذاتياً من الطاقة. يريد أندريه تشجيع السكان على تولي مسؤولية مستقبل الطاقة في مجتمعهم. سابقاً لم يكن توليد الكهرباء ممكناً إلا في محطات الطاقة الكبيرة التي غالباً ما كانت مدعومة من قبل حكومة، والآن يمكنك شراء وحدات الطاقة الشمسية من المتاجر الكبرى وتوليد الكهرباء في المنزل. تصبح الطاقة أكثر ديمقراطية عندما يتمكن الناس من التحكم فيما يستهلكونه. أعتقد أنه كلما زاد فهم الناس لكيفية إنتاج الطاقة، زاد استعدادهم الفعلي لتوفيرها. الطاقة هي طريق الوصول إلى الديمقراطية. في أواخر شهر آذار من العام 2022 احتل الجيش الروسي سلافوتيتش، ولكن بعد احتجاجات حاشدة من قبل السكان المحليين سرعان ما غادر الجنود الروس البلدة. ارجعوا إلى بلدكم! ارجعوا إلى بلدكم! ارجعوا إلى بلدكم! ارجعوا إلى بلدكم! يتعين على أوروبا الآن أكثر من أي وقت مضى تطوير مزيج طاقة جديد، لكن بانتظار التركيب الهائل لأنظمة آمنة ومنخفضة الكربون فإننا نجازف بإضاعة وقت ثمين. هناك عامل واحد يمكن أن يسرع بشكل حاسم من عملية الانتقال وهو التمويل. ميروفا هو صندوق استثماري رئيسي مقره باريس، متخصص في الطاقات المتجددة. تفضل. كنت أتحدث إليهم بخصوص المشروع المائي الإسباني، وكان من المفترض أن يجتمعوا مع فرق المبيعات هذا الأسبوع. هل يتعلق الأمر بالتكلفة؟ أجل، الاقتراح الأخير الذي قدمناه لهم لم يكن جذاباً من الناحية الاقتصادية لهم. في بداية الاجتماع تحدثنا عن مزرعة رياح سنشتريها في بولندا، ثم ناقشنا مشروعاً للطاقة الشمسية يمكن تركيبه على الأرض والسقف. هناك الكثير من المستثمرين المهتمين بالتمويل والعديد من المشاريع التي يتم تطويرها. شكراً جزيلاً لكم، يوماً سعيداً، نلتقي. قبل 10 سنوات لم يكن هناك سوى عدد قليل من الرواد أو الأشخاص المستنيرين. بدأنا ب3 مليارات يورو وكانت قطرة في البحر، ولدينا اليوم 23 مليار يورو، والمبلغ يزداد بسرعة كبيرة. ومع كل ذلك بدأت هذه الفكرة بالسيطرة على السوق بأكملها. لفترة طويلة اتهم الناشطون في القطاع المالي بالسعي لتحقيق أرباح سهلة فقط من خلال الاستثمار في النفط والغاز. لندمر الكوكب! لندمر الكوكب! لندمر الكوكب! اليوم حتى البنك المركزي الأوروبي يشير إلى أن الاحتباس الحراري يلحق ضرراً خطيراً بالأعمال التجارية. إن كانت استثماراتك تدمر الكوكب فأنت تدمر أرباح الغد. هل التمويل هو خلاصنا؟
تتبعت ميروفا السرعة التي ابتعد بها كبار المستثمرين عن الفحم، وهو يقلق منتجي الوقود الأحفوري. إذا أخذنا جميع الاحتياطات المثبتة اليوم وحرقناها، فمن المؤكد أننا سنصل إلى زيادة قدرها 3 أو 4 درجات. لذلك إن كنا جادين بشأن هدفنا في الحد من الاحتباس الحراري لدرجة أو 2، فلا يمكننا حرق كل هذه الاحتياطيات. وهذا يعني أن تقييم شركات النفط مبالغ فيه إلى حد كبير مقارنة بوضعها الحقيقي، لذلك ستكون هناك أصول عالقة. هناك أيضاً اختلافات كبيرة بين من يتخذ الخطوات ومن لا يتخذها. أولئك الذين لم يتخذوها بدأت السوق في معاقبتهم، وهذا مثير للاهتمام. ما حدث مع شركة إكسون كان مثيراً للاهتمام. قالت إحدى شركات النفط إنها لا تريد سماع أي شيء عن ذلك، وكان المساهمون هم من فرضوا على أعضاء مجلس الإدارة التحدث عن ذلك في كل اجتماع لمجلس الإدارة. على مدى 10 سنوات أصبحت تكلفة الطاقة الشمسية عشر ما كانت عليه. باتصالها بالشبكة الكهربائية الحالية ما زالت مصدراً احتياطياً للطاقة. ما الذي ننتظره لتطويرها بشكل كامل؟ في الواقع، على مدى السنوات العشر الماضية، كانت الاستثمارات في الطاقة المستدامة أكثر ربحية ب7 مرات من الاستثمارات في الوقود الأحفوري. إن احتضنت المراكز المالية الأوروبية هذه الحركة، فهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع إزالة الكربون؟ لو كانت هذه التغيرات خطية لأصابنا اليأس، ولكن هناك أيضاً عناصر إيجابية في الاقتصاد يمكن أن تتغير بشكل سريع للغاية. حين تبدأ تلك التغيرات بالحدوث، ستتطور بشكل سريع. قد يزدهر مصدر الطاقة الهيدروجينية في غضون 5 أو 10 سنوات، ولكن عندما يحدث ذلك، قد يحدث بسرعة كبيرة. لذلك نحن بحاجة إلى البحث عن هذه العناصر ونقاط الفصل هذه. يجب أن نفعل ذلك سريعاً لنتفائل. يجب أن يضع الرواد المعايير التي يجب الوفاء بها على أعلى مستوى ممكن ومواصلة دفع السوق في هذا الاتجاه. في إسبانيا تقدر قيمة شركات الطاقة الشمسية الآن في سوق الأوراق المالية أكثر من بعض مجموعات النفط. الطاقة الشمسية لديها مستقبل مشرق. يشير أحد الحسابات الشائعة والنظرية إلى أنه من خلال تغطية 50% من المساحات على الأسطح في المنطقة سيتم إنتاج ما يكفي من الكهرباء لجميع سكانها. سيكون للمال دور حيوي في نجاح عملية الانتقال في الطاقة، وسيساعد على تعويض فقدان الوظائف التي يترتب على إزالة الكربون من اقتصاداتنا. لمدة 29 عاماً عمل أدريان بوربل في منجم فحم روماني. منذ إغلاقه تغيرت حياته بالكامل. في المرة الأولى التي تسلقت فيها توربيناً يعمل بالرياح، كان المشهد رائعاً. أنت لا ترى مثل هذه الأشياء تحت الأرض في صناعة استخراج المعادن. هناك ننزل 400 متر، لكننا هنا على ارتفاع 120 مترا فوق مستوى سطح البحر. يعمل أدريان الآن في فانتينيلا، أكبر مزرعة رياح ساحلية في أوروبا. إنه يدرب فنيي طاقة الرياح المستقبليين. خذ وقتك، ارفع يدك عن السلم، يجب أن تكون عليه. جيد، استمر، أنقذه، هيا اسحب الخيط الأخضر لتحرير الضمادات. يبدأ الضحية في التنفس مجدداً، وعلينا سحبه نحونا في وضع آمن وخلع قناعه لتحرير مجرى التنفس. خصص الاتحاد الأوروبي 1 مليار يورو في برامج خاصة حتى لا يتم الاستغناء عن أي عامل منجم. يجب أن نثبت يده هنا بهذا الشكل. نشأت فكرة هذا المشروع قبل 2 عندما كانت رومانيا ما زالت تفكر في انتقال الطاقة، لم يكن لها اتجاه واضح. هذا العام قالت الحكومة إن جميع المناجم الرومانية ستغلق بحلول عام 2032، وبحلول ذلك الوقت وبفضل استراتيجية الاتحاد الأوروبي سنكون قد قمنا بتركيب ما لا يقل عن 7000 ميجاوات إضافي من إنتاج طاقة الشمسية وطاقة الرياح. لهذه 7000 ميجاوات الجديدة نحتاج إلى حوالي 8000 وظيفة جديدة.
تهدف الصفقة الخضراء الجديدة إلى تأمين مليون وظيفة خضراء بحلول عام 2030. ستساعد تلك الوظائف في إنقاذ المناخ وستكون أقل خطورة من العمل في المناجم. كنت تحت الأرض عندما حدث انفجار في منجم فولكان. تنتشر تلك الهزة العنيفة على مسافة بضعة كيلومترات تحت الأرض. هذه الحوادث تؤثر عليك، لا مفر من حدوثها. إنها طاقة نظيفة ونقية من دون التعرض لمخاطر جسيمة ومن دون القلق من أن تتعرض حياتك للخطر. هذا مهم بالنسبة إلي، لأن ذلك كان يسبب لي قلقاً كبيراً. سيكون هذا هو مستقبلنا، وفي النهاية يجب أن ندرك أن أطفالنا لن يتنفسوا هواءً نقياً ما لم نتخذ إجراءً. إن حالة الطوارئ المناخية هي أكبر خطر واجهناه على الإطلاق. إن التحدي المتمثل في مستقبل مستدام يرافقه الآن تحد آخر على مستوى الأمان، ويمكن أن يسمح لنا الانتقال في مجال الطاقة بحل هاتين المشكلتين في الوقت نفسه، من أجل المناخ ومن أجل حريتنا. نأمل بعد الحرب أن نواصل بناء تعاونيات جديدة، وأن تأتي الطاقة والديمقراطية إلى أوكرانيا. هذه هي رسالتنا للعالم. نأمل أن نواصل ما كنا نفعله بعد انتهاء الحرب، وسوف يبني فيكتور محطة وقود ومحطة شمسية جديدة وما إلى ذلك.